غريبة وهلت، خلت الفرحة من عيون الناس ولت، حاجة غريبة وهلت، خلت الفرحة من عيون الناس ولت، والقيادة العميلة لما طلت، حلت الخيبة القوية في جمهورية مصر العربية من يوم ما مسكها سفاح المنوفية. يا مبارك يا منجوس، الكل في حكمك متعوس، يا مبارك يا لعين، اهدرت كرامة الملايين، عيب ان ترجعهم الى الوراء من جديد، وانت من يومك يا مبارك فاشل وبليد. يا مبارك يا مسخرة، قتلت الرجل الذي كان مفخرة، وجئت الى الحكم فجعلت مصر مقبرة. ايامك من مبتدئها وحتى منتهاها، رجعت الشعب الورى 30 عاما في قيود حديدية، وتزعم انها حرية. الظلم غيتك والنهب حرفتك، يا ظالم هتروح فين من اخرتك؟ 30 عاما وان شاء الله لا يزيد، والشعب في ألم وتنهيد، يقاسي من حكمك الظالم العنيد. ألا تخشى يا عدو الله يوم الوعيد؟ من يوم ما مسكها الغدار ما بقاش فيها استقرار، الحالة دي بقت دمار، والكل بيستغيث ويقول يا رب يطلع على بلدنا نهار، نخلص فيه من الأشرار، ونغسل عن مصر العار، ونرجع حقنا المهضوم، وناخد بالطار. محمد الشعراوي معلم اول في الازهر الشريف. بارك الله فيك، نرضى عليك.